بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات لو فيرب لا كونجيغيزون لي مود لي طون. طبعا رأينا فيما سبق لو سبجونكتيف، رأينا بأن لو سبجونكتيف في بداية الأمر بأن واحد نوع من المود يستعمل للتعبير عن الحاجة أو للتعبير عن الشك أو للتعبير عن رغبة أو للتعبير عن فعلين غير مؤكد أو للتعبير عن حدث أو فعلين غير مؤكد أنه مشكوك فيه. طبعا رأينا بأن السبجونكتيف أنه يتكون من أربعة أزمنة، أنه تنضوي تحته أربعة أزمنة. رأينا طبعا السبجونكتيف بريزون، قلنا بأن السبجونكتيف بريزون هو أيضا يعبر عن فعلين مشكوك فيه أنه لم يتحقق في اللحظة التي نتحدث فيها عن الفعل. طبعا رأينا طريقة الحصول على لو سبجونكتيف، قلنا بأننا تنأخذ الفعل تنصرفه مع إل أفك أس في البريزون، ثم نضيف له لترمينيزون التي ذكرنا للحصول على فعلين بهذا المعنى. إذن طبعا نضيف E، نضيف ES، نضيف E، نضيف EONS، نضيف EOZ، نضيف ENT مع IL avec S أو بيان avec L avec S. إذن باستثناء بعض الأفعال، إذن طبعا هذه الطريقة مع أغلب الأفعال، مع أغلب الأفعال نقوم بهذه الطريقة. قلنا بأننا عندما نستعمل سبجونكتيف فالعبارة الموالية التابعة، فإننا نستعمل فعل العبارة الأساسية في البريزون. كما ذكرنا نقول مثلا il faut que nous trouvions un refuge، il faut يتوجب، إذا لو فيرب فالوار في البريزون، إذا هذه العبارة الأساسية il faut يتوجب، هذه العبارة الأساسية فعلها في البريزون في الحاضر. طبعا هي عبارة أساسية، لكننا كما تلاحظوا بأنه مازال محتاجين أن نكملوا الكلام. إذن العبارة اللي غتجي من بعد منا هي عبارة تابعة للعبارة الأولى، لأن العبارة الثانية هي عبارة ضرورية لكي يتم الكلام. ثم عندنا العبارة الموالية كنو تخوفيون أن غوفيج. إذن طبعا هنا كما تلاحظوا بأننا غناخدو لو فيرب تخوفي غنصرفو مع إيل أفك أس في البريزون، نقول إيل تخوف. إذن نأخذ هاد لو غاديكال، نحذف منو النهاية مع إيل أفك أس في البريزون اللي هي أو إن تي، ثم نضيف عليه مثلا لترمينيزون التي عندنا هنا الخاصة ب لو سبجونكتيف بريزون اللي هي إي أو إن أس. إذن نقول il faut que nous trouvions un refuge. عند استعمال لو سبجونكتيف بريزون، إذن دائما نستعمل فعل العبارة الأولى في البريزون. مثلا نقول هنا je ne pense pas qu'il puisse arriver à l'heure. je ne pense pas الفعل مصرف في البريزون je ne pense pas ou bien je pense. je ne pense pas ou bien je pense، إذن نتكلم على الفعل أنه صرف في البريزون. ثم عندنا كيل بويس، كيل بويس اريفي الوغ. طبعا باستثناء بعض الافعال مثلا افوار، مثلا اتر او لو فيرب بوفوار، اذا طبعا في الغالب اننا نصرف الافعال مع ايل افيك اس او بريزون، ثم نحذف لا تيرمينيزون الخاصه بالبريزون ونضيف لا تيرمينيزون الخاصه ب لو سبجونكتيف بريزون. طبعا راينا ايضا لو سبجونكتيف باسي. بالنسبة للو سبجونكتيف باسي طبعا كما قلنا بأنه يعبر عن فعلين مشكوك فيه اللي من المفروض يكون تم في اللحظة اللي تنتكلمو حنا أو تنعبرو على هاد الفعل، يعني في الماضي. نقول مثلا جو نو كخوا با كارل اي اشتي سو فيكول، أنا لا أعتقد بأن هي اشترت هذه المركبة أو هذه السيارة.
طبعا من المفروض أننا نقول عن هذه السيدة بأن اشترت هذه السيارة، لكنني أنا أعبر عن هذا الفعل قائلا بأنني لا أعتقد بأن اشترت هذه السيارة. إذن je ne crois pas qu'elle ait acheté ce véhicule. طبعا للحصول على لو سبجونكتيف طبعا كما قلنا تنصرف أولا l'auxiliaire avoir أو l'auxiliaire être au subjonctif présent ثم نضيف له لو participe passé كما جرت العادة مع لي طون كومبوزي التي رأيناها في الانديكاتيف مثلا فنحصل على لو سبجونكتيف باسي. بنفس الطريقة عند استعمال لو سبجونكتيف باسي في الجملة التابعة عندما نستعمل طبعا فعل الجملة التابعة او سبجونكتيف باسي نستعمل في هذه الحالة فعل الجملة الأساسية الأولى نستعمله في لو بريزون دو لانديكاتيف كما عندنا هنا جو نو كخوا با عندنا لو فيرب كخوا او بريزون دو لانديكاتيف. طبعا لماذا؟ لأننا استعملنا فعل الجملة التابعة اللي هو اشتي استعملناه في لو سبجونكتيف باسي. فيما يخص طبعا لي زوكسيليير لي فيرب برونومينو كما قلنا او عندما نستعمل لو فيرب على فوا باسيف اذا في الحاله طبعا نستعمل لوكسيليير اتر. في الحالتين نستعمل لوكسيليير اتر. بقي لنا طبعا ان نتحدث عن لامبارفي دو سبجونكتيف او بيان لو بلوس كو بارفي دو سبجونكتيف. هاد الزمانين كما غنشوفوا بانهم تيتستعملوا في لا ليتيراتور، تيتستعملوا في الادب. اذا بمعنى اخر انهم تيتستعملوا في الكتابه وما تيتستعملوش في لوغال، يعني في الكلام، في الكلام العادي. طبعا بقي لنا فقط هاد الزمانين ثم زمان لامبيراتيف وننهي ازمنه اللغه الفرنسيه. طبعا الباقي طبعا مجرد حالات ثابته لافعال. عند الكلام مثلا عن لو بارتيسيب بريزون او بيان لو بارتيسيب باسي هذه حالات الفعل وهي تكون في الغالب ثابته، وهي تكون في الغالب ثابته. اذا سنرى لامبارفي دي سبجونكتيف او بيان لو سبجونكتيف امبارفي. لو سبجونكتيف امبارفي اي سورتو امبلويي اون ليتيراتور. اذا لو سبجونكتيف امبارفي انه بالخصوص امبلويي انه يستعمل اون ليتيراتور يعني في الادب. لو سبجونكتيف امبارفي اي تان طون سامبل طبعا هو زمن بسيط لانه لن يستعمل لن يصرف مع لوكسيليير افوار او لوكسيليير اتر او حتى مع لي زوتر اوكسيليير او بيان سومي اوكسيليير بحال لو فيرب الي بحال لو فيرب فونيغ الى غير ذلك. هو لن يحتاج مساعد. بمعنى اخر علينا ان نعرف لي تيرمينيزون الخاصه به. اذا اكيد ستكون له ديتيرمينيزون خاصة به مادام أنه لن يصرف مع أوكسيليير. لو سبجونكتيف امبارفي إي تان طون سامبل إذا هو زمن بسيط كي إكسبخيم الذي يعبر عن إن أكسيون أنسيغتان. إذا بنفس الطريقة هو يعبر عن فعلين تم ولكن هو مشكوك فيه بأنه تم، المفروض بأنه تم لكن مشكوك فيه بأنه تم. نو غياليزي أنه غير محقق، نو رياليزي انه غير محقق او انه لم يتم او مومون او لو لوكيتور سيكسبريمي. اذا في اللحظه التي كان فيها المتكلم يعبر عن نفسه. تنتكلم على واحد اللحظه في الماضي تتكلم فيها المتكلم وهو يعبر عن فعل مشكوك في حدوثه قبل ذلك. إذا نقول مثلا je ne pensais pas je ne pensais pas انا لم اكن افكر. بمعنى اخر هنا انا لم اكن اعتقد qu'il fut aussi désagréable بانه كان ايضا غير جيد، بانه ايضا كان غير جيد. انا لم اكن اعتقد حينها. بمعنى اخر انا لا اتكلم عن لو بريزون بل اتكلم عن لامبارفي. كما تنشوفوا بان الفعل الخاص بالجمله الاساسيه الاولى انه مصرف لامبارفي. اذا تنتكلم على الماضي، هو نوع من الماضي طبعا. اذا جو نو بونسي با انا لم اكن اعتقد كيل في. اذا عندنا لو فيرب اتر او سبجونكتيف امبارفي.
إذا جو نو بونسي با، أنا لم أكن أعتقد حينها في الماضي كيل في أوسي ديزاغريابل، بأنه أيضا كان غير جيد أو غير لائق إلى غير ذلك. إذا غومارك كونت أون أمبلوا لو سيبجونكتيف أمبارفي دونز أون بروبوزيسيون سيبوردوني، alors le verbe de la proposition principale est à l'imparfait de l'indicatif. عندما نستعمل le subjonctif imparfait dans une proposition subordonnée، يعني عندما نستعمل هذا le subjonctif imparfait، بمعنى آخر عندما نصرف فعل العبارة الموالية au subjonctif imparfait. كما رأينا قبل قليل qu'il fut، هاد في c'est le subjonctif imparfait du verbe être. إذا صرفنا لو فيرب إتر في الزمن في الجملة التالية، للجملة الأولى طبعا اللي هي جو نو بونسي با، أنا لم أكن أعتقد. ولكن أنا لم أكن أعتقد ماذا؟ إذا علي أن أكمل الكلام، وبالتالي فأنا سأحتاج إلى عبارة تابعة اللي هي كيل في أوسي ديزاغريابل، بأنه أيضا كان غير جيد أو غير لائق إلى غير ذلك. إذا عندما نستعمل لو سيبجونكتيف امبارفي في الجملة الموالية التابعة، إذا أكيد سنستعمل الفعل الخاص بالجملة الأولى الأساسية اللي هي جو نو بونسي با، سنستعمل لو فيرب بونسي ا لامبارفي دو لانديكاتيف، يعني الخاص بالمود الأول اللي كنا درسنا، يعني لامبارفي العادي. Terminaison du subjonctif imparfait. Terminaison du subjonctif imparfait. Ça n'a rien à voir avec le temps. Maintenant, le verbe aimer, نقول que j'aimasse, que tu aimasses, qu'il aima, que nous aimassions, que nous aimassions, que vous aimassiez, que vous aimassiez, qu'ils aimassent, qu'ils aimassent. إذا كما تلاحظوا تنضيفوا أدوز إس أو أدوز إس أو إس أتي مع واحد لاكسون سيركونفليكس سيغ أ، ثم أسيون أسيي أس أس، إذا نضيفوها للأفعال المنتمية للمجموعة الأولى. ثم عندنا دوزيام جروب كما تلاحظوا، نضيف إدوز إس أو، إذا نقول كو جو فينيس، que je finisse, que tu finisses, qu'il finit, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Et dans nos def I2SE, I2SES, IT, nos def accent circonflexe sur I, ICION, ICIE, IS. Nakul Metelen, il fallait qu'il chantât une nouvelle chanson. Il fallait. إذا كان يتوجب، طبعا عندنا لو فيرب فالواغ كونجيي ا لامبارفي دو لانديكاتيف كما قلنا، إل فالي، إل فالي، كان يتوجب كيل شونطا بأن يغني أون نوفيل شونسون، بأن يغني أغنية جديدة. ثم جو نو كخويي با، أنا لم أكن أعتقد حينها كيل بوندي بأنه كان يقفز أوسيهو، أوسيهو يقفز عاليا. إذن attention les verbes du troisième groupe ont deux modèles de terminaison. إذن طبعا المجموعة الثالثة كما نرى هنا، المجموعة الثالثة كما نرى هنا أن عندها نوعين من الصرف. troisième groupe كما تلاحظوا موديل 1 النوع الأول le verbe prendre، إذن نقول que je prisse il fallait، que je prisse مثلا بأنه كان علي أن آخذ، que tu prisses qu'il prie, que nous prissions que vous prissiez qu'il prisse. إذا المجموعة الثالثة فيها هاد النوع الأول اللي شفنا مع لو فيرب بروندر، ثم عندنا النوع الثاني اللي تيجي على شكل لو فيرب كورير، كما تعرفوا بأن لو فيرب كورير تنتمي للمجموعة الثالثة. إذا عندنا هنا que je courisse, que tu courisse, que tu courisse. qu'il courut, qu'il courut, que nous courissions, que vous courissiez, qu'il courusse, que vous courissiez, qu'il courusse.
example إذن كأمثلة tu n'imaginais pas أنت لم تكن تتصور quel mentis بأننا كنا يكذبنا quel mentis بأننا كنا يكذبنا si souvent يعني جدا غالبا يعني غالبا غالبا في الغالب ثم عندنا je doutais أنا كنت أشك qu'il courut si vite بأنهم كانوا يجرون بسرعة. إذن كما تلاحظوا استعمالات هد الزمن عندما نستعمل فعل الجملة التابعة أو سيبجونكتيف امبارفي نستعمل فعل العبارة الأولى الأساسية نستعمله الامبارفي دو لانديكاتيف ثم سنرى لو سيبجونكتيف بلوس كو بارفي. لو سيبجونكتيف بلوس كو بارفي اكسبريم اون اكسيون انسيرتان إذن هو أيضا يعبر عن فعلين غير مؤكد مشكوك فيه سيبوزي رياليزي المفروض فيه أنه تم أو مومون أو لو لوكيتور سيكسبريمي في اللحظة التي كان فيها المتحدث يعبر عن نفسه لو سيبجونكتيف بلوس كو بارفي إي سيغتو أمبلويي أون ليتراتور نفسه نفس لو سيبجونكتيف امبارفي أنه يستعمل في لا ليتيراتور يستعمل في الأدب اكزومبل مثال je ne pensais pas qu'elle eût rendu ses devoirs à l'heure je ne pensais pas أنا لم أكن أعتقد كما تلاحظوا بنفس الطريقة ك لو سيبجونكتيف امبارفي أننا تستعمل فعل الجملة الأولى الأساسية في لامبارفي دو لانديكاتيف je ne pensais pas أنا لم أكن أعتقد qu'il eût rendu ses devoirs قام بواجباته à l'heure في الساعة المقصود في اللحظة أو في الوقت المناسب إذن أنا لم أكن أعتقد بأنه قام بواجباته في الوقت remarque quand on emploie le subjonctif plus que parfait عندما نستعمل هذا الزمن dans une proposition subordonnée في عبارة تابعة alors le verbe de la proposition principale إذن فعل العبارة الأساسية الأولى كما قلنا الآن est à l'imparfait de l'indicatif إذن هو يكون مصرف فعل العبارة الأولى الأساسية يكون مصرف à l'imparfait de l'indicatif إذن يصرف هذا الزمن construction du subjonctif plus que parfait تكوين أو تركيب le subjonctif plus que parfait le subjonctif plus que parfait est un temps composé إذن هو زمان مركب إذن بنفس الطريقة كالأزمنة السابقة ديما تيكون عندنا زمن بسيط وفي الزمن المركب تيكون عندنا لوكسيليير مصرف في هذاك الزمن البسيط ثم نضيف لو بارتيسيب باسي نفس الطريقة إذن لو سيبجونكتيف بلوس كو بارفي est un temps composé إذن هو زمن مركب on utilise le subjonctif imparfait des deux auxiliaires des auxiliaires être ou avoir إذن أكيد غنستعملو le subjonctif imparfait ديال être أو ديال avoir et le participe passé كما قلنا الآن ثم نضيف على أحدهما le participe passé du verbe à conjuguer نضيف لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل المراد تصريفه اكزومبل اذا كمثال il fallait كان يتوجب بان ينطلق كان يتوجب بان ينطلق avant midi قبل منتصف النهار اذا طبعا fus طبعا هذا لو فيرب اتر تنعرفوا بان لو فيرب بارتير تيحتاج لو فيرب اتر مادام حنا باغي نصرفوا لو فيرب بارتير au subjonctif plus que parfait نجيب لو بارتيسيب باسي دو فيرب بارتير اللي هو بارتي ثم نسبقه بلوكسيليار اتر لان لو فيرب بارتير كما قلنا تحتاج لو فيرب اتر عندما اقول انا انطلق فانا انطلق بنفسي ولا اطلق شيئا اخر اذا اكيد ساستعمل اتر اذا سنصرف لوكسيليار اتر او سيبجونكتيف امبارفي اذا فنحصل في المجموع على لو سيبجونكتيف بلوس كو بارفي il fallait إذن كان يتوجب qu'il fût parti avant midi
بأن ينطلقوا قبل منتصف النهار. Je doutais. أنا كنت أشك. Qu'ils écrivent ces lettres. Qu'ils écrivent ces lettres. أنا كنت أشك بأنهم كتبوا هذه الرسائل. إذا مادام أننا سنحتاج في هذا الزمن إلى l'auxiliaire être ou avoir au subjonctif imparfait. إذا صرفه هكذا سيكون. إذا l'auxiliaire avoir مثلا cojus, cotus, qu'élu, que nous eussions, que vous eussiez, qu'ils eussent, qu'ils eussent. Tout l'auxiliaire être, que je fusse, que tu fusses, qu'il fût, que nous fussions, que vous fussiez, qu'il fusse, qu'il fusse. Tout nous ضيف لأحدهما طبعا le participe passé du verbe à conjuguer. طبعا le participe passé هو نفسه يتكرر مع كل الأزمنة المركبة ومع ضمائر هذه الأزمنة المركبة. شنو بقى لنا؟ طبعا اللي بقى لنا هو لو مود جيرونديف. لو مود جيرونديف طبعا هنا تيكون الفعل فقط ثابت. ثم لو مود امبيراتيف نتكلم على الأمر. لو مود خاص بالأمر في البريزون أو في الماضي. طبعا هو فيه ثلاثة ديال الضمائر، فيه غير ثلاثة الضمائر. ثم عندنا لو مود انفينيتيف اللي هو ايضا حاله فعليه تكون ثابته، يعني ما تكونش مصرف مع ضمائر. سنرى الباقي في الفقره القادمه لاستكمال ما تبقى من فقرات الصرف. اذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.